وصف البيت الأبيض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لتل أبيب بأنها تصريحات مهينة. وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن تلك التصريحات كانت مخيبة للأمال بشدة ومهينة لواشنطن نظرا إلى حجم الدعم الذي تقدمه وستواصل تقديمه الولايات المتحدة.